أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومفخر الأنبياء وربيع الأنوار محمد وعلى آله أنوار الهداية للخلائق أجمعين. على كل، كنا في مبحث الفرق بين المسخ والتناسخ، أو الفرق بين بقية أنواع التردي أو التكامل في المخلوقات مع التناسخ. وكما مر بنا الكثير من الأمثلة في الجلسات السابقة التي يتوهم فيها التناسخيون أنها تناسخ، والحال أنها ليست تناسخ. والعمدة على فوارق كثيرة مرت بنا أيضا وعديدة، لأن التناسخيون يقولون بالتناسخ ليس فقط في النقمة والجزاء بالنقمة والعذاب، يقولون بالتناسخ حتى في التكامل. وكما مر بنا يقولون بالتناسخ والعياذ بالله حتى في الوراثة الاصطفائية أو في شيء آخر أو ما شابه ذلك. يعني بكلمة موجزة في التناسخ، التناسخيون يقولون مخبوطة الهويات، تخبط تصير هوية فوق تحت كذا، وهذا هو أبطل باطل في التناسخ. الهوية هي تبقى. لذلك هناك شيء يقوله فلاسفة الشيعة والإمامية، فلاسفة الإمامية وكذا، وصحيح هو المتكلمين، يعني لا أريد أقول هذا تمام البيان لحقيقة المطلب، لكنه ما يذكروه تمييز بين دي الحقائق وهي الوراثة الاصطفائية أو المسخ عكس الوراثة الاصطفائية تكاملا أو ترديا، ميزها هذه الأنواع التكاملية أو التسافلية في الدركات، ميزها عن التناسخ هو في هذا الجانب في الهوية، تبدل الهوية. دققوا على تبدل الهوية، هم قليل عنوان قليل ضابط قد واحد يجعلها مطاطة مو منضبطة، فيجب أن نضبطها شوية. الآن الشخص الممسوخ يقال هم هوية صار قرد، فإذا هم تبدلت الهوية. فالمسخ أيضا في تبدل الهوية، فيجاب نعم ولا. شلون نعم ولا؟ في المسخ نعم صار هذا قرد المغضوب عليه، صار قرد، كان بدن إنسان، وقول بدن جوهر بعد من الجواهر، فتبدل جوهر عنده صحيح، لكن لا زال ها جوهره السابق. قال فلان صار قرد، الآن فلان بعده هو فلان صار قرد لأنه نعم. لذا الفلاسفة يقولون هكذا، فلاسفة الشيعة يقولون، وهذا إلى حد ما صحيح. إنسان يتكامل عقليا يصبح إنسان ملكي بمعنى ملائكي، مو ملكي يعني ملوك السلطان في الأرض، ملكي أو ملائكي، إنسان ملائكي غير الملك. لماذا؟ هويتك إنسان موجود. نعم. تأله أكثر، يعني صار عبودية لله أكثر فأكثر، إنسان تألهي بعد فوق المثل الملائكي. ولا سمح الله إنسان يكون بهيما،
الإنسان البهيمي أضل سبيلا وأشد بهيمية من البهيمة، كما يبين القرآن الكريم، بل هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. هل بل هم أضل سبيلا؟ هل لاحظ؟ يعني هذه بهيمية الإنسان غير بهيمية البهيمة. فإنسان بهيمي أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. فإنسان بهيمي غير البهيمة أشد، كما يبين ذلك أمير المؤمنين في الخطبة الأولى لعل من خطب نهج البلاغة. فإذا تكامل الإنسان أشد تكاملا من الملك، سأل الملك ولو بحسب رتبته ورتب، وإذا لا سمح الله تردى وتسافل أشد من تسافل وتردي بقية المخلوقات. فإذا إنسان تكامل، إنسان تردى، لأنه تبدلت هويته، إذن هويته لا زالت باقية بهذا اللحاظ. بعد قد يقول قائل أن هذا المقدار قد حتى التناسخيون يقبلوه، لأنهم يقولون تلك الذات هي تبدلت إلى كذا. في هذه التبدلات في التناسخ طولية، طول إنسان بهيمي إنسان ملائكي طولي، تبدلات طولية وليست تبدلات عرضية. فإذا ما الفرق؟ بعد ردين رجعنا إلى الحيرة وبين التناسخ وهذه الأمور الحقة. لا، بالدقة التناسخيون لا يقولون، والتناسخ لا يرسو على بقاء وثبات هوية واحدة. لذلك لاحظت يقال هذا زيد بن بكر ثم هذا نفسه هو كان مثلا سمير بن غانم ثم هذا نفسه كان زين، يا هوية هي الأصلية، يا أي هوية الأصلية؟ ثم حيوان هو تكامل الإنسان شبيه مثلا معذرة بنظرية داروين أو شيء أي شيء. إذن في التناسخ بالدقة ليس هناك ثبات هوية، هو افترض يقولون بالطولية، بس أيضا حتى في تلك الهوية الأصلية أيضا يقولون بتبدلها إلى هوية عرضية أخرى، لأنهم أيضا تبدل إلى الهوية العرضية هم قائلين به، طولي وعرضي مو فقط طولي. فإذا في التناسخ لا يقر قرار هوية، ولا تستطيع أن تقول أي الهويات، هذه بيان آخر آلية أخرى لنفس هذا الفارق الضابط بين التناسخ ودي الأمور الحقة. في التناسخ، في التناسخ ما يمكنك أن تضع إصبع تقول أي الهويات هي أصل أو أكثر أصالة، إنما تبدل الهويات. لذا الخبط والتخليط والخبط الموجود عندهم بهذا السبب. ومن يحاسب السيد؟ يحاسب على ثواب العقاب كيد كذا. وسيما طبعا أباطيل أخرى موجودة لدى التناسخيون على اختلاف مدارسهم واختلاف مشاربهم. بس المطلب الباطل الجامع بين كل مدارس التناسخيون وأخطر شيء هو هذا، تبدل الهويات عرضا وطولا. ضابطة هذا التبدل الخلطي الخبطي تستطيع بالتمييز البسيط الدارج تقول هوسه، يعني خلط، هذه الهوية دي الهوية دي الهوية، تصعد تنزل، ما ليس هناك ميزان ثبات. هذا في التناسخ الباطل. عكس ذلك
في المسخ وكذا. هذا المقدار نكتفي به في الميز بين التناسخ وبين كثير من الأمور الحقة، سواء تسافلية الدركات أو تكاملية درجات وطبقات، وهي كثيرة ويجب أن لا نخلط. مثال أخير أذكره وبعد ذلك نواصل بقية الآيات كي يكون على كل نوع من التوضيح أكثر. في الروايات مثلا لدينا موجودة روايات الفريقين أن أول ما خلق الله نور سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا نور سيد الأنبياء في روايات الفريقين، ليس فقط في روايات الخاصة، في روايات العامة. وهي لفتة لطيفة أن روايات المعارف الضخمة التي الكثير يتحسس منها في تراث أهل البيت، أصول بصمات منها موجودة في تراث العامة. زين تراث العامة شو تريد تقول؟ تقول هناك في الغلاة سووا شنو؟ ماذا تريد أن تقول؟ النواصب سووا أو الغلاة سووا أو من سووا؟ الحق يعلو إن شاء الله ويبدو ظاهرا أكثر فأكثر في تراث الوحي. ففي تراث الوحي من باب المثال، أول ما خلق الله ماذا؟ نور النبي صلى الله عليه وسلم. بحمد الله أحد على كل أهل الفضيلة هم كتب كتاب، ولو هذا مو مستقصى، في مصادر العامة في خلق نور النبي، المصادر المعتبرة عندهم قبل العرش وقبل الكرسي وقبل قبل الله، هذين بعد منهم مصادرهم، مصادرهم المعتبرة الموثقة كذا كذا. في على كل مصادر كثيرة بعدها، وهذا ليس استقصاء كامل، نبذة بس. على كل كل من يقدم خدمة للتراث جزء خير الجزاء، لأنه نوع من استثمار أنوار الوحي. نعم، فليعلم الباحث أن هذا ليس خاص بمصادر تراث أهل البيت، إلا عند نزعة علمانية ونزعة مادية ونزعة حسية ونزعة صنمية للتكنولوجيا والبكنولوجيا، وأن هذه الأمور أقعستنا عن التكنولوجيا عن الحديد، وما خلت إيه على كل حضارتنا تصير مثل حضارة الغرب، فيها شيخوخة وفيها انقطاع نسل ولمجرة ويحتاجون إلى بشرية آخرين. فحضارة المعدن بحيث الإنسان يغيب فيها شيخوخة صارت له حضارة الغرب، عندهم الشيخوخة. شيخوخة يعني شنو؟ يعني انقراض النسل الإنساني، يبقى بس المعدن والحجر، فنسميها مأساة، حضارة الحجر والمعدن. الإنسان يغيب فيها، شيء يدخل يغيب يباد فيها بعض بالمرة. المقصود فيرجع إلى ذا المطلب، وهو أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية طبعا لا يخفى على الأخوان، خلق نور النبي طبقات، نفس نور النبي طبقات وليس الطبقة واحدة. روايات كثيرة، وإذا واحد ما يلتفت لهذا المبحث تختلط عنده المضامين والمفادات كثيرا كثيرة. جيد، فنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق طبقات، قبل العرش في نور، لا دون العرش، هذا باعتبار طبقات، لأن هذا النور في تضارب في رتبة خلقته ومكانته في المخلوقات. لا، هذا استعراض تمهيد لنكتة مرتبط بحث فرق التناسخ مع الآخر. في هذه الروايات فيها أنه نور النبي والوصي كان نور واحد، ثم شق منه نورين، سيد الأنبياء وسيد الأوصياء. في بيان آخر لا، نور النبي ثم من نور النبي
اشتق نوره عليه أمير المؤمنين. شلون كذا هوية واحدة هويتين كذا. طبعا هني أيضا والعياذ بالله التناسخيون هم يخلطون في قراءة وتفسير هذه الروايات، ويجب أن نميز بحث اشتقاق الأنوار اشتقاق تكويني غير مبحث التناسخ كما يتوهمه التناسخيون، شيء خطأ لا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا. اعدل في المعرفة في الموازين. التناسخيون باطل، أنا أقول كل مبحث خلقة النور باطلة، لا، قال التناسخيون قرأوا هذه الطوائف من الروايات عند الفريقين قراءة خاطئة باطلة، معناته التراث باطل تصير يعني. ولا تزر وازرة وازرة وزر أخرى، التناسخيون قرأوها باطلا، نفس التراث ده باطل، أعوذ بالله، هذا واحد شنو ربطه دينين ما عرفوا يفسروا ما عرفوا يقرأوا، لأن أي أو نفس التراث الوحياني باطل. فإذا هذا أيضا مثال آخر خلط فيه التناسخيون أو الباطنيون أو المجرة، والحال أنه لا صلة بما قالوا، وهو حق بأن حق موجود. هم خلقة النور أصلها حتى في القرآن الكريم، أنا لو أريد أخوض فيها الخلقة النورية لسيد الأنبياء، سورة النور أصلا تطوط بالمطلب، سميت سورة النور لكي تبين أنه هناك خلقة نورية غير خلقة الجسمانية. سأمول ليس المجال للخوض في ذلك. المقصود هذا المطلب، وهو أن التناسخيون في مواضع عديدة قرأوا المعارف الثابتة قراءة باطلة، وهذه سببت عند أصحاب صنمية الحس من الكتاب المسلمين والباحثين الإسلاميين اللي عندهم نزعة مادية أكثر، إذن كل الغيبيات هذه غنوصيات وباطنيات وتناسخيات وايات وايات، اي شو ما لي ربط. اذا كان هكذا حتى في الفقه الفروع، اذا اخطا بعض الفرق الاسلاميه اذا مع تراث الفقه الفروع عم يروح الدين كله يروح، شو ربط وما جرم الدين بذلك. هي نقطه مهمه وازال التفت لها. شبيه عساس نواصل ان شاء الله بغير الان، شبيه مثلا الخطابية انحرفت عن مسار أهل البيت صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق يقول لبعض الرواة خب هذه الخطابية انحرفوا، شو ربط بهذه المعارف اللي هم قرأوها بشكل باطل؟ دي المعارف صحيحة، روايات صدرت من عندنا، بس هم قرأوها قراءة شنو؟ خاطئة. قراءتهم قراءة خاطئة لا يعني تتوهم أن هذه المعارف مو ثابتة. ثبات المعارف هذا شيء، إلصاق أولئك انتحال أولئك في دي المعارف شيء آخر. إن شاء الله ننتقل في البحث القادم إلى قضية إحياء الميت، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.